وألمانيا في كأس العالم 2002. حكم المباراة بيعطي أدفانتج للمنتخب البرازيلي، ورونالدو بيحاول يمر، أي كرة يستلمها رونالدو من اليسار دائما يحاول الدخول من الناحية اليمنى، بيلمها رونالدو، هتاخذ ريفالدو، بيشوت، وأوليفر كان، جول، جول، برازيل، أجوار سكوادرا دي برازيل أمينتو في الاستادي. هدف للمنتخب البرازيلي بشكل مبدع على طول، كرة ريفالدو، كرة ريفالدو، ألبرتو وإيمي جاكي الفرنسي، محاولة من ناحية اليمين، كليبرسون، ريفالدو، هياها، خلصت كأس العالم، خلصت كأس العالم، الله، جول، برازيل، رونالدو على طول، الثاني على التوالي في الدقيقة 33 من شوط المباراة الثاني، يعيد الضحكة. إذا كان الهدف الأول في بسمة، هذا الهدف في ضحكة للجماهير البرازيلية، على اعتبار أن التقدم بهدفين خلال 35 دقيقة شوط المباراة الثاني. شوفوا اللعبة من كليبرسون، حطها لريفالدو، فوتها ريفالدو.